بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت موسى بالكتاب مبشرا، وابن البتول فناول الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث وعلم التأويل، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديل. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الوعد الحق. حقيقة هذه الحلقة لها شكر وعرفان لإدارة تلفزيون الشارقة وقناته الفضائية وكل العاملين عليه، لأنهم سمحوا بهذا الوقت وذلك التوقيت وهذا الكم الهائل من هذه السلسلة الحوارية التي غاصت بحضرتكم في مصادر الشريعة الإسلامية واستقرت بكم خلف فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور الشيخ عمر عبد الكافي في جنات الله تبارك وتعالى، وبعد رؤية وجهه الكريم والحديث معهم. وكما يقال دائما وفي النهاية دائما تبقى كلمة، ونحن نقول وفي الختام كلمة. نرى أن التعرف على شخصية ضيفنا من خلال هذا التجوال والتطواف واجب لابد أن نقدمه لكل المشاهدين، إنه الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. من الذي علمه ومن علماؤه وكيف صار وراءهم في رحابهم وكيف نهل من هذا العلم وجمع من مصادر الشريعة الإسلامية ما تفضل به وما من الله تبارك وتعالى به عليه في برنامج الوعد الحق. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا، بارك الله فيكم وسامحنا إذا كنا أتعبناك في هذه الرحلة الطويلة بعد مضي 41 ساعة تقريبا في الوعد الحق. أولا أنتم ما أتعبتموني، ولكن هذا يعني واجبنا نحن كدعاة إلى الله عز وجل أن نرفع مصباح الهداية على قدر ما نستطيع حتى يهتدي السائرون إلى طريق الله سبحانه وتعالى، وعسى أن يكون الإنسان بهذا البرنامج وبغيره لبنة في بناء الإسلام الكبير، وعسى أن أكون جنديا صغيرا في جيش المدافعين عن دين الله عز وجل. بارك الله فيك. ويعني دائما النهايات مؤلمة، وأن تكون هذه الحلقة الأخيرة في الوعد الحق حقيقة تترك أثرا يعني كبيرا في الإنسان، لا يسعني إلا بعد شكر الله سبحانه على منه وجوده وفضله وكرمه أن وفقنا أن نقول هذه الكلمات، عسى أن تكون خالصة لوجهه الكريم. حقيقة أشكر إدارة التلفاز والعاملين معنا، الأخ الابن العزيز خضر عبد المطال المخرج والفريق الفني كله في هذا التعب الذي يعني تعبوه معنا، ولكن أرجو أن يكون هذا في ميزان حسناتهم. ولا أريد أن يعني أشكرك أنت شخصيا، ولكن أدعو لك أن يعني يكون لسانك لسان صدق محاورا جيدا، يعني ولدا بارا وتلميذا نابها، يعني يدافع عن اللغة العربية وينطق بها. والشكر أولا وأخيرا أيضا لإخواننا من المشاهدين والمشاهدات الذين غمرونا بكرمهم وأن تركوا أنفسهم لنزرع فيهم خيرا،
فهم أصحاب فضل علي ولست بصاحب فضل عليهم. هذه كلمة لابد أن نقولها في بداية الحلقة الأخيرة من الوعد الحق. فضلت الشيخ عمر عبد الكافي، لماذا تبكي وأنا أسألك وأنت تتحدث الآن؟ دائما النهايات تكون صعبة، يعني حقيقة الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حنين لكل شيء عنده، يعني حتى حن الجذع إليه. كان يسمي كل غرض من أغراضه في البيت حتى دواب حتى باسم، يعني وفاء منه صلى الله عليه وسلم. ونحن جلسنا في هذا الاستوديو يعني طوال شهر رمضان الماضي، وعبر بنا شهر شوال إلى شهر ذي القعدة، ودخلنا على يعني الأيام الطيبة المباركة. ثم يعني إن شاء الله نتواصل مع المشاهدين إن كنا من أهل الدنيا بإذن الله، لكن نهايات الأمور دائما يعني تكون هكذا. ولكن أرى أن الوعد الحق له معلم خاص في حياتي. بخصوص الوعد الحق، يعني حدثنا عن المعايشة التي عايشتها لبرنامج الوعد الحق خلال هذه الرحلة الطويلة. حقيقة الأمور أن الإنسان في أي قضية علمية دائما يجدد النية دائما في كل يوم أن يكون عمله خالصا لوجه الله الكريم. يعني ما تحركت من بيتي إلى الاستوديو إلا وأتوقف لحظات قبل أن أفتح باب بيتي يعني إلا وراجعت نفسي، لماذا أنا ذهب؟ فتجديد النية هذا مطلوب مني ومن كل مسلم، ليس للوضوع أن يوضع الإنسان تحت أضواء معينة أو لا، هذا أمر مخيف أن يخلط الإنسان عمل الدنيا بالآخرة. نحن ما قصدنا، أنا ما قصدت بهذا البرنامج إلا وجه الله الكريم، أحسبني كذلك وأدعو الله أن يكون خالصا لوجهه يا رب. لكن معايشة الوعد الحق يعني ليلة نهار المسألة في ذهني وفي خاطري، ولكن حدثت بعض الملاحظات، يعني دعوني أفكر مع المشاهدين والمشاهدات بصوت مسموع. نعم. من العجيب أن الإنسان كان يخاف ما بين اللحظة واللحظة أن يقتقل لدرجة الإخلاص في قلب العبد، لكن كان يثبتني أمر ربما ما خطر لي على بال، أن بفضل الله يعني أحفظ القرآن حفظا جيدا، ولكن كنت بين الحين والحين أريد أن أتأكد من آية، تقريبا يوميا أتأكد من آية معينة غير التلاوة أو الورد الخاص بي في القرآن الكريم. ما فتحت المصحف مرة طوال شهر رمضان وبعده طوال برنامج الوعد الحق لأتأكد من الآية إلا وفتحت على الآية نفسها. سبحان الله العظيم. الله أكبر. فكان يعني كإشارة خذ الجرعة. فللإنسان معالم في حياته تعطي شيء من الطمأنينة، فأنت أطمئن. ثم هذا التأثير العجيب الذي ما تخيلته عند الناس في مشرق الأرض ومغربها من أثر الوعد الحق في قلوب المشاهدين والمشاهدات، هذا أيضا كان يفتح لي باب أمل. الأمر الثالث أن الأمل الأكبر أن الأمة بفضل الله ما زالت مستيقظة، أو استيقظت كما أقول على يعني على وقع يعني أقدام من يريد أن كما قلت في الحلقة السابقة، من يريد أن أو في حلقة سابقة من يريد أن يستأصل شأفتها. فما زال الخير في أمة محمد، وسوف يظل سلام، وسوف يظل يعني وسوف يظهر أو يعود لهذا الدين عزه ومجده مرة أخرى. لكن كان أهم معلم لي شخصيا في برنامج الوعد الحق، ما من حلقة إلا وكان يراوحني فيها علمائي الذين قضوا نحبهم عليهم رحمة الله، كنت دائما الذكر لهم. وطبعا يظل الإنسان يذكرهم، لأن هؤلاء
وضعوا بصمات عجيبة في حياة الإنسان. قد تتعجب أن يعني بعد فضل الله وفضل الأب والأم أن ما زالت في أنفي منذ الخمسينات وأنا كنت في مرحلة الابتدائية رائحة العطر الزكية التي كان يضعها أول معلم لي الشيخ عبد الفتاح أبو زيد في صعيد مصر. كنا نتسابق كتلاميذ الصباح لنصافحه ونقبل يده حتى يعلق العطر بأيدينا. سبحان الله. فوضع لي معلما أن يكون الإنسان عطر الظاهر عطر الباطن. وكان رجلا موصولا بالله. كنت أراه وناظر المدرسة الشيخ أحمد مخلوف رحمة الله عليه يتسابق أحدهما ليقبل يد الآخر. يعني سبحان الله. وكان كلاهما من الحفظة. كان لهم قراءة سبحان الله. وعلموني كيف يخلص الإنسان للعلم. وكيف لا يبتغي بعلمه إلا وجه الله. رغم بواكير ما كان الإنسان فيه في مراحله الأولى. يراوحني وجه وحياة زوج عمتي الشيخ محمود العسار رحمة الله عليه. تعلمت منه الثبات على الحق. كيف يثبت العالم على الحق. كيف لا ينطق إلا بالحق. كيف تكون مرجعيته كتاب وسنة. كيف يعني إذا قال الناس كلاما مهما كثروا ومهما علم قدرهم وقال الكتاب والسنة أمرا آخر فهو يدور حيثما دار الكتاب والسنة. يعني أيضا في أيام الوعد الحق يعني أرى في ذاكرتي زوج خالتي الشيخ نجيب رحمة الله عليه محمود أحمد محمود هذا الذي تعلمت منه حب اللغة وحب النقد الأدبي ويعني حب البلاغة وقوم لساني بالنحو والصرف. أذكر ونحن في المراحل الإعدادية المرحلة المتوسطة كان يجعل للتلميذ يقف منا ليقرأ صفحة في كتاب القراءة نعم ويعربها إعرابا كاملا. الله أكبر. فبالتالي تمر أنت بكل أحكام الإعراب صحيح. فصقل ألسنتنا رحمه الله وحبب إلينا اللغة وحبب إلينا كيف نستطيع أن ننقد القصيدة أو النص بطريقة في بواكير حياتنا. فترك في حياتي بصمة يعني كلما رأيت لساني يعني قوم باللغة العربية فأترحم على الشيخ رحمة الله عليه. طبعا لا أنسى ما حييت العالم الجديد وشيخي الكبير الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله. محمد أخذت يعني محمد ابني أخذت أنا من الشيخ الغزالي رحمة الله عليه تكريم العقل. كيف يكرم الإنسان عقله وهو أمانة الله. هذا الرجل وضع لنا العقل عندما يستنير بنور الله في مكانة ما كنا يعني نلقي لها اهتماما أو بالا. كان موسوعي بمعرفة. إذا جلست معه دقائق لو سكت تعلمت من سكوته. لو سكت سبحان الله. وكان عنده يعني تواضع أغرب مما تتخيل. تواضع السلف الصالح عندما تجلس معه تجد فيه صورة الإنسان الكبير الذي يقترب منك وتستطيع أنت أن تقترب منه لسهولته ويسره وبساطته. أرى ما كان عنده يعني علمني كيف أحمل هم الإسلام. تعلمت منه كيف يثابر على قول الحق لا ينحني ولا ينثني. كان العلماء أو الناس في 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 جهة في وادي. وهو في وادي وهو في وادي وادي ليس إلا وادي الكتاب والسنة. وبعدين العجيب أنه كان إذا تكلم كأنك ترى اللغة تتسلسل من لسانه سلسة بسهل المبتدع. تقول حسبا هذه الجملة أنا كنت أريد أن أصيغها لكن بهذا المنطق. سبحان الله. رأيته أيضا كيف يجل العلماء. رأيته في عدة زيارات لي معه لفضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله على الجميع كيف كان يحترم الشيخ رغم اختلاف الفكر
واختلاف وكان الطريقة يميل إلى العقل وإعمال العقل ويميل دائما إلى العقل بشكل ويحمل العقل في النظر بطريقة يعني داخل دائرة الكتاب والسنة. يعني ما كان يعني كان لا يطلق للعقل العنان، ولكن لأن قلبه استنار فاستنار عقله. الشيخ الشعراء عليه رحمة الله كان اتجاه مغيرا، هو رحمة الله عليه أيضا يعني أيضا في الوعد الحق لابد أن يعني أذكر فضيلة الشيخ الشعراوي الذي كنت أرى أن ليس لسانه الذي يتكلم وإنما قلبه. كان قلب الشيخ الشعراوي قلب يعني تستطيع أن تقول مليء بالآخرة، يعني لسانه لا ينطق إلا بحكم عجيبة تتعجب يعني من أين أتى الرجل. معذرة على ما تبكي الآن وأنت تتحدث عن الشيخ الغزالي والشيخ الشعراوي، يعني أنت ما يتركك مناط الاستقرار في حياة الإنسان العقول المفكرة النفوس الكبيرة. يعني كما قال الشاعر العربي: ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال محاسن ومناقب أورثن حمدا، أعددت للحدثين سابغة وعداء علندا، كم من أخ ذي صالح بوأته بيدي لحدا، ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زندا، ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا، ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا. يعني فالإنسان كان يؤوب إليهم بعد الله في استشارة، في استنارة، في رأي، في أمر فقهي، في مشكلة. أحيانا تريد يعني العقول الكبيرة هي العقول التي تقود الأمة. الشيخ الشعراوي أيضا هذا الرجل يعني أحيانا تشعر أنه يقول كلاما ما كتب في كتاب، سبحان الله. يعني تستطيع أن تقول يعني ليس مبدعا ولكن هو إنسان ذو قلب حي، وأن يحبه ملايين المسلمين في مشرق الأرض ومغربها هذا دليل أن هذا الرجل له رصيد كبير عند الله عز وجل. تعايشت مع هؤلاء في الوعد الحق، ليس هؤلاء فقط، يعني ذكرني أذكر الآن وكان يعني دائما تراوح صورته ذهني شيخنا الشيخ محمد نايل متعه الله بالصحة والعافية. محمد نايل قارب 100 الآن، الشيخ محمد نايل الذي درس للشيخ الشعراوي البلاغة في كلية اللغة العربية. الله أكبر، سبحان الله. ما زال على قيد الحياة، قد الله متعه الله بالعافية، الله بارك له، وما زال بذاكرته وعلمه وعقله وقراءته الله. وعنده غير على الإسلام عجيبة، وإذا جلست أنت تجلس مع الشاب عنده حمية الشباب في الدفاع عن الإسلام، سبحان الله. ورأيته وأنا في صحبته لزيارة الشيخ الشعراوي كيف ينتفض الشيخ الشعراوي ليقبل يد الرجل ويستحي أن يجلس بجواره. الله أكبر، سبحان الله. وكان الشيخ الشعراوي عبر 80 ولكن رمضان كان يجد للشيخ إجلال. يعني رأيت هذا عملا، يعني ما يؤلمني أن أبناءنا لا يدركون مقام العلماء، ضاعت هذه الـ لا أقول الهيبة ولكن هذه القيمة من شبابنا. لكن أقر يعني أن بعضهم بفضل الله بدأ يؤوب مرة أخرى باحترام الكبير. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف العالم الحق. هذه الأمثلة من هؤلاء القوم، يعني هم الذين خطوا بسلوكهم قبل علمهم ثم بعلمهم وباتصالهم يعني بأن نرى قلوبهم موصولة بالله، هم الذين وضعونا على بداية الطريق وما زلنا في بدايته. إذا ذكر الفقه وإذا ذكر فقه الاختلاف وفقه الأولويات وفقه الموازنات وفقه الواقع وفقه الأنفس وفقه المسؤولية وفقه المقارن وفقه التمكين، يذكر عالم العصر وفقيه شيخنا وشيخ الشيخ يوسف القرضاوي. يوسف القرضاوي يعني أنت ترى علما يتحرك، أول ما ترى الشيخ القرضاوي تراه علما، سبحان الله سبحان الله. عنده يعني سبحان الله الشيخ القرضاوي
عجيب أنه رجل عف اللسان لا تسمع منه كلمة نبيه. وهذا ديدا العلماء، يعني مطاه الله بالصحة العافية وبورك لنا في عمره. هذا الرجل لو كان غربيا لا صنعت له تماثيل، لكننا في الشرق يعني لا نكرم عظماءنا ولا نقيم يعني المقام الأليق بهم. الشيخ قرضاوي يعني ترك بصمة في 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 عصرنا، هي عبارة عن علامة يعني تدل على أن الفقه فقهنا يتجدد. فإن كان هناك مجدد للفقه فهذا الرجل كبير. ويعني سبحان الله، وهو شارف الثمانين من عمره، اقترب منها، لكن ما زال عنده هذه الحيوية وهذه القوة رغم مرضه الجسدي، لكن قلبه نابض بالعطاء، شفاه الله وبارك فيه. الحقيقة يترك لنا أو يعني يضع في أنفسنا وفي نفسي أنا شخصيا فضيلة الشيخ، هذا الشيخ القرضاوي هذا التواضع الجب، يعني لا ينادي أحدنا ونحن تلاميذه وأبنائه باسمه مجردا، هذا من أدب الشيخ. سبحان الله، يعني لا يقول يا فلان، سبحان الله، هذا أدب، هذا أدب. وهؤلاء يعني يجب أن نتعلم يعني من، طبعا لا أريد أن أذكر يعني كثير من العلماء الذين أثروا حياتي وما زالوا يثرونها، منهم أخي وصديقي رحمة الله عليه الدكتور محمود حماية عميد كلية الدعوة، كانت تربط بيننا صداقة قوية، وكان من تواضعه يقول أنا يعني تعلمت من الدار الأخرة الأشياء الكثيرة، كان رجل يعني يخرج الدعاء من لكن هذا طبعا رحمة الله عليه، وكان رجل يعني تعلمت منه أن يقول الحق ولكن بأسلوب يصل إلى الناس ب ب ب ب ب يعني بشيء من الايه من ال يعني بالهدوء وليس بطريق التعنيف، وهو عالم جليل يعني يستمع له. طبعا في جعبات الكثير من اهل العلم، اخي وصديقي الدكتور محمود مزروعه، وانا اعتبر اخاه الاصغر او تلميذه ايضا كعميد كليه اصول الدين، هذا الرجل تعلمت منه كيف للانسان المسلم الا يحيد عن الحق ابدا. اخي ايضا الدكتور جمال عبد الهادي، هذا العالم الذي اراه انه رجل من السلف الصالح جاء ليعيش بيننا. سبحان الله، التاريخ الان ما شاء الله لا قوه الا بالله، علامه في التاريخ، علامه وزوجه، يعني هو ما شاء الله عليها الدكتوره اختنا الدكتوره وفاء رفعت جزاها الله خير. الدكتور جمال يعني عايشته وقاربت وتقربت منه وتعايشنا وتصادقنا، وان كانت تبعد الظروف والمشاغل ان نلتقي، لكن القلوب دائما سويه. الدكتور جمال انسان يعني من الأوابين الذي إن رأيته ظننت أن رجلا من السلف تجالسه، وإذا جلس في مجلس علماء رأيته، كان في بيتي ربما نستضيف الشيخ الغزالي والعلماء الأجلاء، يجلس الدكتور جمال كأنه لا يعرف شيئا من العلم، يجلس هكذا سبحان الله. يعني بارك الله فيه، يعني سبحان الله. لي من الإخوة العلماء أخي الدكتور عبد الحي الفرماوي وكيل كتب الدين واستاذ العلم التفسير، هذا الانسان المتواضع الذي يقف بجوار الدعاة الصغار ويؤيدهم، وسبحان الله ورجل علامه يعني من العلماء الكبار، ولكن له ادب جم وتواضع، يعني لمحه سريعه ممن اثروا حياتي في واقع حياتي. لكن هناك صفحه اخرى ممن اثروا حياتي وانا اعايشهم قراءه، إن كانت هي يعني سميها ما شئت الصفحة الأولى، لكن دائما الواقع القريب يكون أقرب إلى الكلام. صحيح. لكن الصفحة التي لم أرهم ولكن أعيش في حياتهم أو يعيشون في حياتي. وفي حياتي يعني طبعا أي عالم أي داعية لا يجعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة في صغير الأمر وكبيره، فهو بعيد عن إطار الدعوة. والكلام عن سيدنا رسول الله كلام يعني أرجو أن الناس كانوا يطلبوا ويلحوا علي وعليك في قضية وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجو أن تحقق لهم هذه الأمنية.
بإذن الله. طب اللي تكون الحلقة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا يعني حد يكون مسك الختام قبل أن تفتحوا باب المناقشة مع السادة المشاهدين والمستمعين. بإذن الله رب العالمين. حاضر على بركة. طبعا يترك لي معلم كبير في حياتي يعني الفاروق عمر. وبعض الناس يحصون لنا إحصائيات في البرامج يقول إنك ذكرت عمر بن الخطاب في حلقة الفلانية 7 مرات. الله دون الندري دون الندري يعني عيون المشاهدين وآذانهم وعقولهم معنا مركزين يعني. الحمد لله. فيبدو أن الإنسان يحب إنسانا حبا جما بدرجة معينة قد لا يلحظها إلا أنها تلاحظ عليه. لأن يعني إذا قيل عمر فهو الفاروق. فأعيش في حياتي كثيرا لأن هذا الإنسان لقوله الحق ولفعله الصدق ولمنافحته عن الإسلام يصير رمز. يعني لو أننا ندرك حقيقة ما نقرأ عن عمر لقلنا أنه أسطورة من أساطير التاريخ لا وجود لها في حياة الناس. الله أكبر. يعني يكفي مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ويكفيه شرفا نزول القرآن برأيه عدة مرات. ويكفيه ما صنع للإسلام فقال فيه ابن مسعود كان إسلام عمر نصرا وهجرته فتحا وإمارته رحمة. وهذا إنجاز لحياة عمر. وعمر رضي الله عنه عندما يضعف المسلمون يلوذ بذكراه. سبحان الله. مع أن أحدهم قال لعمر يعني رغبته ورأيه في ألا يتولى فترة ثانية ويقال كفى هذه الفترة يعني أمير المؤمنين. عمر بن الخطاب كان الناس يدعون الله عز وجل أن يأخذ من أعمارهم ليعطى عمرا ليفيد الأمة. في ناس تتمنى أن يعني أنت أن تعيش في الحياة قرونا وفي ناس تتمنى أن لا تراه في الحياة. عمر رضي الله عنه كان من هؤلاء أيضا ممن أعيش في حياتي. ممن يعيشون قرونا. نعم. ممن ترك أثر كبير في حياتي الدعوية وأعيش كثيرا الحسن البصري. وربما هذه ملاحظة أيضا دائما من على مدى أكثر من 30 عاما والناس يعني تطالبني بأن أكتب حتى كتاب عن الحسن البصري. وأنا أهيب بأبنائنا الباحثين في الجامعات ومراكز البحوث وكذا أن يكتبوا عن أئمتنا هكذا. لأن ربما العمر لا يسعفنا لكن أولادنا يكون عندهم هذه الهمة في الكتابة عن هؤلاء لأن هؤلاء هم القدوة الذين يجب أن يتعلم منهم أبناؤنا وبناتنا. من ضمن الشخصيات التي أثرت في حياتي في يعني السلوك أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله. أبو حامد الغزالي سواء في كتاب الإحياء طبعا باستثناء الحديث الضعيف لم يكن رجل أحد لكن نحن لسنا من الذباب الذي يضع على الجروح والقذرات. نحن سدد وقاربه. الرجل لم يكن محدثا ولكن الرجل كان أعتبره أنا أعظم عالم نفس في التاريخ. وكتاب الإحياء كما قال بعض الناس ليس من الأحياء من لم يقرأ الأحياء. تربيت عليه صغيرا وقرأت ربع العادات وربع العبادات وربع المهلكات وربع المنجيات كما قسم هو كتابه. فانطبعت يعني كلمات أبو حامد الغزالي في 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 في, في سلوك الإنسان وفي حياته. فجزاه الله عن الأمة خيرا وعني أنا شخصيا خيرا لأن تأثرت بمسلكه. ومن ضمن المفارقات المضحكة أن والد الشيخ الغزالي رحمة الله عليه سماه الغزالي تأمنا اسم الشيخ الغزالي اسم مركب. والد الغزالي الصغير. يعني والد الغزالي. يعني لا أقول الصغير وإنما أقول الحالي. في السن. يعني هو قمة. هو اسمه محمد الغزالي. اسم مركب هكذا. محمد الغزالي. محمد الغزالي اسمه فقط كده. سماه أبوه تأمنا بأبي حامد الغزالي. فلما شبت شيخ عن الطبق وبدأ يهاجم الصوفية اللي هي البعيد عن منهج الصوفية أو الكلام الغير عاقل يعني يقول أبو يا بني أنا سمعتك الغزالي تهاجم الصوفية. رجل أبو حامد سبحان الله العظيم. يعني لا وكان الشيخ عاشقا لأبي حامد الغزالي.
سبحان الله. حتى في كتب لا حتى في كتبه وكلامه لا ما أظن أن هناك من عالم ما قرأ أبا حامد كتب أبي حامد الغزالي أو استنار واستدل بما قال. نعم. من ضمن الشخصيات التي تركت بصمة في حياتي طبعا الفقهاء الأربعة وبالذات الإمام أبو حنيفة بالذات. لما أبو حنيفة رضي الله عنه أنا أعتز بالعقل، وأبو حنيفة وإن كان يعني يقال عنه أنه كان مذهبه وأتباع يقولون الأرأتيون أصحاب الرأي يعني رأيت لو حدث كذا رأيتنا، أبو حنيفة سبق عصره والمبدعون دائما محاربون لأنهم يسبقون عصوره. صحيح. مثلا أبو حنيفة يقول هب أن حاجا طار يوم عرفة فوق عرفة، هل سقط عنه الحج أم لم يسقط؟ رجل سنة 100 هجرية مولود سنة 80 مات سنة 150 عاش 70 عاما. سبحان الله، من يظن سبحان الله يطير فوق عرفة؟ كيف يطير فوق عرفة؟ فطبعا هذا المبدع محارب. يقول مسيرة القصر التي يقصر فيها الصلاة المسافة مسيرة 3 أيام، طب لو ركب الإنسان شيئا أسرع من الفرس فهل القضية بالوصول أم القضية بالمسافة؟ هذا مثلا أبو حنيفة يعني كما يعني من الشخصية اللي أثرت فيه من ضمن الشخصية أنه كان يهتم جدا بمظهره أمام الناس، يلبس أفخر الثياب ويسكن أفخم البيوت ويركب أفخر الدواب ليري نعمة الله عليه، كان حتى يتاجر في الحرير يعني في أفخم في والعجيب أنه يعني ذكر على هو طبيعة يعني هو يعني أبو حنيفة يعني من أبوه من أمه، هذه القصة عجيبة في ذاتها. يعني أبوه كان يسير بجوار يعني قصة سريعة، كان يسير بجوار بستان فوقعت تمرة فأخذها فأكلها، فلما أكلها قال كيف أكل يعني التمرة وقعت في الشارع، فبحث عن صاحب البستان قال له أنا أكلت تمرة من ثمارك، هذا والد أبي حنيفة ثمرة من ثمارك، لو إما أن تأخذ ثمنها أو أن تعفو عني أو أن أعمل عندك في الحديقة حتى ترضى. الله أكبر. صاحب البستان نبي، أين هذا أمين. الذي هذا الأمين قال لا لن أخذ ثمنها ولن أعفو عنك ولن تعمل عندي، قال ما الحل؟ أزوجك ابنتي، قالوا أنا قبلت. سبحان الله. قال لكنها عمياء لا ترى، بكماء لا تتكلم، صماء لا تسمع. فكر هنا قال أنا قبلت، يبحث عن الآخرة، زفت إليه ودخل الخدر أو الخباء أو الغرفة ليقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن لا أحد لا يسمعه ولن تراه ولا يرى ولا يرى. فإذا به يسمع صوتها ترد السلام، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذن هي تسمع تتكلم. ولما كشفت عن وجهها وجدها كالبدر ليلة التمام. سبحان الله. فتعجب وقال لأبي ما الذي يقول؟ قال هي عمياء عن الباطل، بكماء عن قول الزور، صماء عن سماع الخنا والفسق، وأردت أن أكمل امتحانك، أنت إنسان تتقي الله في أكل تمرة. من هذه الأم وهذا الأب جاء أبو حنيفة. الله، هكذا هي الأسرة. فحقيقة أبو حنيفة يترك هذا الأثر في حياة الإنسان. طبعا ناهيك عن الإمام مالك والشافعي، وأنا أتعايش مع حياتهم والإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. طبعا تهزني بقوة شخصية الإمام البخاري في تدقيقه العلمي وفي تنقيبه عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني عن أن يمكث يعيش 16 سنة 16 عاما متواصلة يجمع هذه الأحاديث وينقحها ويصححها ولا يكتب منها إلا الصحيح، وقبل أن يكتب حديثا يغتسل ويتوضأ ويصلي لله ركعتين، فجمع لنا صحيح البخاري. فيعني لما البخاري في بحثه هذا ترك لي بصمة في حياتي أن إذا أردت أن أحقق أمرا أصبر عليه وأدقق وأراجع وأتوقف وأتريث وأسأل علمائي، ولا أقول رأيا هكذا، وإذا قلته ربما رجعت نفسي مرة، ربما تأتي على الإنسان ليالي يقلق لفتية قد أصدرها أو أطلقها دون تريث ودون حساب.
طبعا تهزني شخصية ابن تيمية أحترم عقله، ولكن أميل قلبيا إلى تلميذه ابن القيم. ابن تيمية مما رأى من ظلم الحكام ومن ظلم الناس له أنه كان حد الأسلوب، لكن كان عالم لا يشق له غبار، يعني يحق أن يسمى في التاريخ شيخ الإسلام. هذا الرجل الموسوعي الفكر المدقق حقيقة يعني يرى الإنسان أنه كان على رأس القرن الخامس، لأن الله عز وجل يرسل للأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها، ومن هذه تكون للواحد وتكون للمجموعة. يعني إذا قيل الشافعي في الوصول، فعمر بن عبد العزيز مثلا في الحكم، ففلان في الحديث، البخاري في الحديث، وهكذا يعني سبحان الله. أما ابن القيم فهذه قصة، هذه حكاية. يعني تلذذت بكتابه صغيرا، بكتاب الفوائد، وكل فوائد، تخيل أنت كتاب كله حكم، في كل سطر 3 حكم أو 4، كل حكمة تصلح أن تكون منهج حياة. ده كتاب من كتب سبحان الله. تلميذ له يسأله ما قضية من يذنب ثم يستغفر ثم يعود، ويجيبه بكتابه الدواء أو الجواب الكافي. كتاب في إجابة السؤال. هذا الكتاب مرجع لمن أراد من أي مستوى من الناس، مستوى علمي قوي، مستوى علمي، يرجع إليه يتعلم كيف يتوب إلى الله عز وجل. كتاب ماذا؟ كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن السؤال الشافي. ابن القيم. نعم، ابن القيم الجوزية. وهو ليس اسمه ابن القيم الجوزية، أبوه كان قيما على إمارة الجوزية، من الجوزية دي مكان، وهو كان قيم عليه زي محافظ، زي أمير يعني. فهو ابن قيم الجوزية، فأنا نتجاوز نقول ابن القيم، لأن أبوه كان قيم، لأن ينتج هذا القيم فهو قيم. نعم. سبحان الله. نعم. تهزني شخصية سعيد بن المسيب، وفقه، وهذه الشخصية العابدة. يقول على مدى 50 سنة ما في صلاة الجماعة، ما نظرت إلى قفا مصلي وما تركت تكبيرة الإحرام. ما شاء الله. يعني ما نظر إلى قفا مصلي، يعني في الصف الأول يا إمام، يا في الصف الأول. وما فاتته تكبيرة الإحرام. والإمام البخاري عزاه صاحب له، فقال المريدون في من يعز الإمام البخاري، في من يعز، من مات له؟ سألوا ما مات له أحد، فقالوا للذي عزاه من مات للإمام؟ قال لا أحد. وإن فيما كنت تعزل أجرك الله، اصبر واحتسب، إن الله ونال. قال فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة العشاء البارحة فأعزيه. والصحابة كانوا يعزون يوما في من فاتته تكبيرة الإحرام، ويعزون 3 أيام في من فاتته صلاة الجماعة، يعني صلى في بيت يعزوا البقل. أنا لو ماذا يصنعون بمن لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت؟ لا، هم لا حول. هذا قطاع الإسلام وهذا قطاع غير الإسلام، يعني هذا قطاع إسلامي وهذا قطاع غير إسلامي. نحن نتكلم عن المسلمين. لأن بقدر ما ابتعدنا بقدر ما ابتلينا، احنا نريد أن نؤوب مرة أخرى، لعل الوعد الحق يوقظ همة المسلمين في العودة إلى الله مرة أخرى. أود هذا، أرجو هذا، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون الوعد الحق ترك بصمة في يعني أو معلم من في 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 حياة الناس. عندك الشخصية التي تهزني أيضا، شخصية هذا يعني الإنسان الذي ليس من أصل عربي، إنما يعني أو يعني ذو أصول عربية لكن من البربر، هناك طارق بن زياد. هذا الإنسان عجيب. يعني طارق يصل وبعده موسى بن نصير إلى جنوب باريس 300 كيلومتر، وكان أحدهما يقول لو أعلم أن خلف هذا الجبل ناس أو بشر لانسحت. صحيح. لكنه ما كان يظن أن الجليد هذا الأبيض على مرمى البصر سبحان الله العظيم يعني يكون وراه ناس وسبحان الله. طبعا السلسلة في التاريخ كبيرة، وأنا أنقب وأتعايش مع سلفنا الصالح بهذا المنطق، وأود أن أنقل هذه المحبة إلى أبنائي وإلى إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا من المشاهدين، حتى يعودوا مرة أخرى إلى التعلم، إلى احترام العلماء، إلى تبجيلهم، إلى إنزالهم منازلهم،
إلى توقيرهم، إلى التعلم منهم، الاقتراب منهم، إلى التعلم السلوك والتزكية قبل العلم. يعني هذا ما يعني ما كان يراوحني ونحن نقدم سويا الوعد الحق. بارك الله فيكم. مسألة توثيق الأحاديث والآيات وشرح الآيات وأقوال المفسرين وترجيح رأي على رأي بالقطع استغرقت من فضيلتكم وقتا طويلا، فحدثنا عن والله يعني المصادر والمراجع. بفضل الله سبحانه وتعالى أنا من صغري بكرم الله عز وجل يعني ما قرأت شيئا إلا وحفظته. الحمد لله ما شاء الله. وبفضل الله ما حفظت شيئا ونسيته. فمن كرم الله عز وجل هذه منا من الله، أدعو الله سبحانه وتعالى لي وللجميع أن 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 يحافظ عليها يا رب، أن يحفظني بها إن شاء الله. الأمر الثاني أن أنا لا يعني لا أستحي أبدا أن أرفع سماعة الهاتف على زميل أو أخ أو عالم جليل من الأساتذة الكبار أو من يصغرني سنا لأخذ منه معلومة أو أسترجع معلومة أو أتأكد من معلومة، لأن الغواص في بحر العلم يجب أن لا يستحي أبدا من طلب الحقيقة. طبعا بلا شك يعني كثير من الإخوة والأخوات ربما أطلب منهم شيء يجهزوه لي، ولكن تعايشت وسط يعني تلال الكتب والمراجع وطبعا عن طريق الكمبيوتر أيضا في استرجاع كثير من المعلومات، في استنباط بعض الحقائق، في توثيق بعض الأحاديث، في يعني ربما أقف في آية. أذكر أن من قريب كنا نتكلم عن رفرف الخضر إنه عبقرين حساب سورة الرحمن الأسبوع الماضي ربما. نعم صحيح. نظرت فيما أكثر من 20 تفسيرا كي أخرج بمعنى الكلمة وماذا قال العلماء. أعود إلى لسان العرب وأفتح القاموس المحيط وأسأل أهل اللغة وأسأل أهل وأستريح بنفسي إذا أمر ولا أستريح، وقد لا أنقل هذا الكلام لكن دائما يعني هو يعتمل بداخله يعني ما 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 ثم آتي إليك وأنا لما حضرت شيء معين لنقوله وانت ما جهزت اسئله معينه بفضل الله، ولكن مع اخلاص النوايا واخلاصك بفضل الله عز وجل اخلاص المستمعين في الاستماع ايضا ده هذا له عامل كبير ودعاهم لنا. يعني هذا يعني انا لا اراني اكون موفقا الا بعد فضل الله وفضل دعوات الصالحين والصالحات. يعني من أنا ومن أكون يعني. بارك الله فيكم. يعني بالرغم من بعض الاعتراضات التي وردت إلى البرنامج بأن فضيلتكم تلجؤون إلى أسلوب التهديد والوعيد، فأين الترغيب والترهيب في هذا البرنامج؟ ربما كان لهذا صدى محدد على نفسكم ومشاعركم، صف لنا هذه. لا إحنا تعودنا أولا أن الدعاء وأهل العلم يصبحون بقصيدة مدح ويمسون بقصيدة الهجاء، ده أمر طبيعي. فيستوي عندنا المدح والهجاء. هذا أمر المدح والذم بالضبط كده. لا. لكن رحم الله امرأً أهدى إلينا عيوبنا. ونحن لما تحدثنا عن دركات النار وكانت أصعب الحلقات علينا جميعا، ما تبحرت الإبحار التام في ما ورد في الأثر وما ورد في الكتب وما ورد في الصحاح وما ورد في كتب التفسير عن حقيقة الموضوع أو يعني عن الاقتراب من الحقيقة. وإنما أنا عنوان الوعد الحق كله أساسا، يعني هذه عناوين للآخرة أيضا عشان يعني في نهاية الموضوع أنا كل هذه عناوين وأترك لأبنائي وبناتي والباحثين أن ينقبوا ويبحثوا ويعطوننا يعني من فضلهم ومن علمهم ما نتعلم به منه. وأود أن نخرج هذا في كتاب إن شاء الله. يعني ويكون موثق بهذا الشكل وتكون في هذه الحقائق بإذن الله رب العالمين. لكن يعني أقول إن كنت يعني متشددا في بعض الأمور ف يعني قد تقسو أحيانا يعني
قد يعطي يعني يعني قد 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 يعطي الطبيب المريض علاجا او ابره او عمليه جراحيه تؤلمه ولكن يريد راحته. فانا اريد ان اوقظ همه الامه وهمه المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات الى ان المحبه والراحه والامن تنبت كثمرات على اغصان الخوف وعلى شجرة الترهيب لينبت الترغيب. هذا ما أرى. جميل. نعم. جميل. نعم. انعكاس الوعد الحق وهذه الرحلة الطويلة وهذا التجوال والتطواف على حياتك الشخصية وداخل البيت مع الزوج والأولاد كيف كانوا؟ هم أولا هو كان الله في عونهم دائما يعني من قبل الوعد الحق وبعد الوعد الحق. يعني ربما الدعوة تأخذني بعيدا عنهم كثيرا، ولكن وهم يعني كأسرة اعتز بها كزوجة وأبناء وبنات، وهم أصدقائي مع كونهم أبنائي وبناتي. نعم. الحقيقة صبرهم علي وتنازلهم عن كثير من حقوقهم في أن ليست القضية في الوعد الحق فقط، عندي محاضرات ولقاءات واجتماعات ومنتديات ومشاكل مسلمين وهواتف وإصلاح ذات بين وتقسيم تركات ويعني بهذا المنطق، فليس القضية في الوعد الحق ولكن الوقت كله عموما يعني هم بفضل الله يعني الذي يستريحون إليه دائما أعطيهم رشوة حلال يعني بأن أنتم مشاركين في الأجر فيما أصنع يعني. فالحقيقة الزوجة بفضل الله جزاها الله خيرا عني صبورة والأولاد بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني دائما أنا يعني بفضل الله رغم كل هذا فأنا قريب منهم حتى ولو لدقائق معدودة أو وقت محدود، فلكن حقيقة الأمر يعني أتعايش معهم في صغير الأمر وكبيره، لا يعني لا 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 يعني بفضل الله لست بعيدا عنهم أبدا بفضل الله عز وجل، وهم أيضا سعداء بهذا يعني. صوت الشيخ محمد صديق المنشاوي في تتر البرنامج في كل حلقة بما كان يوحي لك الشيخ المنشاوي؟ أنا أقدمه من صغري على كل المقرئين، يعني إذا قلت لي من تحب أن تسمع من المقرئين أحب أن أسمع صوت المنشاوي. الشيخ صديق المنشاوي يقرأ القرآن من داخل قلبه، إذا كان أبو موسى الأشعري أوتي مزمارا من مزامير آل داود فيعني هكذا أرى الشيخ صديق المنشاوي، حنون في قراءته، عنده حنان عجيب في القراءة، يقرأ وكأنما يفسر، يعني كنت صغيرا فكنت أفهم القرآن من قراءته، أفهم لا أسمع فقط، لا أستمع فقط، وإنما فحقيقة يعني مما يؤثر في مسألة الوعد الحق أنه سوف توحشني هذه الآية في تكرارها في مقدمة البرنامج، ويريد كل البرامج يعني تقدم بأصوات القراء المخلصين الذين تصل قراءتهم إلى قلوب الناس، يعني رحم الله الشيخ المنشاوي جزاه الله عن الإسلام خير. بارك الله فيكم. نعم وفيكم. يعني سؤال لابد من طرحه وأنا أتجول مع فضيلتكم في هذه الأسئلة، ماذا فاتنا من أسئلة لفضيلتكم في برنامج الوعد الحق أو ماذا لم يغطى من جوانب؟ لا إحنا يعني طرقنا يعني أغلب أبواب الوعد الحق، لكن السؤال الذي يعني ربما لم أسأل فيه، هل ترى أن الناس قد تغيرت معالم حياتهم بعد الوعد الحق أو أثناء الوعد الحق فيما ترى من معاملات؟ يعني هل أثر فيهم هذا الكلام عملياً أم أنهم تأثروا عاطفياً ووجدانياً فقط؟ يعني هل ما سئلت أنا يعني هل رأيت سلوكاً في الناس يختلف عما قبل الوعد الحق؟ طب نستمع للإجابة. رأيت البعض قد يعني غير الوعد الحق مسار حياتهم وأقامهم على الطريق وأبعدهم عن كثير مما كانوا قد ألفوه أو استمرأوه أو ابتعدوا به عن طريق الله عز وجل، هذه جزئية. الجزئية الأخرى أن الناس أصبحت يعني أريد أن أقول يعني تجيد الاستماع ولا تجيد التطبيق،
وهذا مما يعني يؤلمني كثيرا أن لا أجد أن الناس يطبقون ما يسمعون. كبر قولا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ونفس القضية أن تستمعوا ثم لا تطبقوا، فهذا يؤلمني كثيرا. لكن أحمد الله عز وجل بالحصيدة التي يعني رأيناها في الناس خيرا في مشرق الأرض ومغربها. يعني معي نقطتان، الأولى أيوة. مسألة الأوراق والوثائق التي كانت لديكم وفيها علامات الساعة الصغرى والكبرى وخوارم المروءة ووصف النبي عليه الصلاة والسلام، كنا وعدنا جمهور المشاهدين بأن تطبع على الشاشة بمساعدة الأخ الزميل المخرج خضر عبد المطلب. نوفي بما وعدنا إن شاء الله. إن شاء الله ربنا نوفي بما وعدتموه. بارك الله فيكم. ومسألة الآيات التي تتحدث عن الجنة والنار وعدد الآيات وأسماء الصور حتى يكون معنا والإحصاءات هذه يعني تخرج للناس وتعم الفائدة إن شاء الله. النقطة الثانية وبها أختم البرنامج هي نطلب منكم رسائل توجهونها، رسائل قصيرة جدا من خلال هذا البرنامج ومن على هذا المنبر توجهونها إلى الحكام. أقول لحكام المسلمين يعني أعانكم الله على المهمة التي أنتم فيها، ويعني رقق قلوبكم نحو شعوبكم وقربكم من شعوبكم وجعلكم يعني من الذين ينصرون دين الله سبحانه وتعالى وترفعون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن، وأدعو الله لهم جميعا أن يرزقهم بالبطانة الصالحة التي تحثهم على الخير وتحضهم عليه. بارك الله فيكم. المحكومين الشعوب، إذا أردتم حكاما كأبي بكر وعمر فكونوا أنتم كعثمان وعلي، فليبدأ كل واحد منا بنفسه ليتقي رب العباد عز وجل حتى ينصلح أمر الحاكم والمحكوم إن شاء الله. العلماء العلماء أعطوا الدعوة كل أوقاتكم، لا فضول أوقاتكم، ولا تهتموا بحجارة تقذف عليكم، كونوا مع الناس كالشجر يقذفونه بالحجر فيلقي إليهم بالثمر. الدعاء الدعاء لا تغرنكم أبدا الجموع التي تحيط بكم والمدح الذي يكيله الناس لكم، ولكن لتكونوا ممدوحين عند الله عز وجل بإخلاص النية لله سبحانه. الإعلام الإعلام يا إعلام اتق الله فينا في مشرق الأرض ومغربها، وانظروا ماذا يرضي الله ورسوله لتصنعوه في إعلامنا، ولتكون الكلمة صادقة والنظرة صادقة والمشاهد صادقة والخير يعم عن طريقكم، لأنكم أكبر معلم من معالم عصر الحديث في التأثير في الناس. الشباب الشباب لا تضيعوا أوقاتكم أو شبابكم سدى، واصنعوا للإسلام خيرا، وأتموا بعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومحمد بن القاسم فاتح الهند والسند، ولا تهتموا أو لا تقتدوا بهؤلاء الحثالة الذين جاءوا في أعقاب زمننا يعني في مهازل لا ترضي الله ولا رسوله. البنات البنات يا بناتي اتقين الله، وكلما اتقيت يا ابنتي رب العباد وارتديت الحجاب وقرأت من القرآن طرق بابك يعني شاب صالح تقترني به، وأطيعي أباتي وأمك وكوني كنسيبة بنت كعب وكأسماء بنت أبي بكر والصالحات القانتات من جداتنا. الزوجة 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 لكل واحدة ولا زوجتي أنا يعني زوجتك وزوجة لكل زوجة؟ والله لكل زوجة أقول يعني إن كان زوجك يعني سيء التعامل فاصبري واحتسبي، وإن كان فيه جانب خير فقوي هذا الجانب وأحسني تبعلك له، فيعني يلهمك الله يلهمك رب العباد سبحانه وتعالى الخير الكثير إن شاء الله وينزل الرحمة في البيت. والزوج والزوجة أيضا أقول كن حنونا عطوفا على زوجتك، واتق الله واعلم أنك إن أدخلت السرور عليها وقاك الله عذاب النار يوم القيامة، وكن لها أرضا وسقفا وبيتا وأبا وأما وأهلا، هكذا إن أردت الفضل من الله عز وجل. وزوجك أقول لها جزاك الله خيرا عني وعن أبنائي وبناتي فيما تتفرغ به لتربيتهم، وجزاه الله خيرا على حسن يعني رعايتها لي شخصيا ولأبنائي، وبورك في عمرها وفي صحتها. والأولاد
الأولاد أدعو الله لهم أن ينبته نباتا حسنا وأن يواظبوا ويواصلوا ما يحفظونه من كتاب الله عز وجل وبفضل الله وما قاربوا والحفظ بفضل الله عز وجل الخمسة إن شاء الله. أسأل الله أن يتم لهم الخير وأن يعني يرفعوا شيئا من مهمة الدعوة إلى الله عز وجل. والعمر عبد الكافي أدعو الله عز وجل أن أكون ذرة في بناء الإسلام الكبير، وكما قال عمر بن عبد العزيز لي نفسا تواقة، تاقت نفس عمر بن عبد العزيز إلى الإمارة فصار أميرا، ثم تاق إلى المال فكان ثريا، ثم تاق عمر بن عبد العزيز إلى إمارة المؤمنين فصار أمير المؤمنين، فأصبح يقول فأنا الآن أتوق إلى الجنة. ولعمر عبد الكافي أقول يعني وإن كان عملي لا يصل إلى هذا لكن فضل الله أكبر في أن أتوق إلى ما عند الله وحسن الخاتمة إن شاء الله. بارك الله فيكم إن شاء الله. وماذا فاتني أن أسأل في هذا اللقاء؟ أنت أمطرتني بوابل من الأسئلة على مدى يمكن شهرين وأكثر، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني أن تكون، وأنا واثق أن أسئلتك كانت كلها خالصة لوجه الله، وإن كان بعض من المريدين قد يعني ربما اعترضوا على كثرة الأسئلة منك أو طريقة الأسئلة، ولكن أنا شخصيا كنت أحبها لأنها كانت تخرج ما يجب أن يخرج، وهكذا يكون الحوار. وبفضل الله أنت بكرم الله عز وجل لا أزكيك على الله أصبحت معلم من معالم الشباب الذين يقدمون البرامج الدينية والثقافية بهذه الثقافة بهذا الفكر بهذا العرض بهذا الهدوء بهذا الأدب الجم. فحقيقة الأمر يعني يعني اجعل نفسك بفضل الله مخلصا وخالصا حتى تصير قدوة للمذيعين الشباب في كل برامجنا في فضائياتنا العربية. في رحابكم ورحاب العلماء. بارك الله فيك أبونا. شكرا لكم. الله لك. هنا نأتي وفضيلتكم إلى نهاية البرنامج. نعم. ولكن بناء على طلب المشاهدين والمستمعين سوف نذيب مشاهد الله تبارك وتعالى إذا كنا من أهل الدنيا في يوم الاثنين القادم حلقة وصف النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا عن هذا. جزاكم الله خيرا بالنيابة عن المشاهدين والمشاهدات. أشكركم شخصيا وأشكر إدارة التلفاز وأشكر الإخوة الفنيين على إعادة هذه الحلقة التي تركت أثرا عجيبا عند الناس وعندي أنا شخصيا طبعا. بارك الله فيكم. وبعدها بمشيئة الله تبارك وتعالى نفتح الاتصال مع الجمهور الذي حجب عنا طوال هذه الفترة يعني وليحضرنا الجمهور. نعم. يعني حتى تعم الفائدة. كان هذا هو الغرض الرئيسي من هذا البرنامج. نعم. وهذا منع الاتصالات الهاتفية فليحضرنا ولنفسح له المجال في الوصول يعني والتواصل مع فضيلتكم. اجعلوا للجمهور حلقتان يمسك بزمامهم من أولهم لا محمد خالد ولا شيخ عمر وإنما يعني دعوا الوقت للجمهور كله حتى نسمع آراءهم ونصائحهم وتصويبهم ومداخلاتهم ودعواتهم أيضا التي لا نستغني عنها أبدا. وإدارة التلفاز لا تالو جهدا في التواصل مع الجمهور الكريم ومشاهدينا الكرام. راسلونا واتصلوا بنا على الأرقام المعلنة على الشاشة والتي يتفضل الزميل خضر عبد المطلب مخرج البرنامج بإظهارها لكم الآن. وفي النهاية ومن المفارقات الغريبة أن يكون الكلام صنعتي ولا أجد ما أقول، فقط إن كنا أصبنا فبتوفيق من الله وإن كانت الأخرى فحسبنا أن اجتهدنا. ونقول قول القائل هو شعر أبو نواس: أيا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير، أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. شكرا لحضراتكم والشكر كله لداعي الإسلام الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى نلقاكم مع أسئلتكم واستفساراتكم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون
واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من